الجمهور الرياضي الكبير، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من الملعب. معي أنا أيمن الفقيه، ونتابع في هذه الحلقة وفي المرة تحديدا حيث اختتمت منافسات بطولة الفقيد محمد الزويد. فيرتك استطاع حسم النهائي لمصلحته والتتويج على حساب نادي ضبوط القادم من الغيضة. في تعز الطليعة توج بكأس الذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر، والسد في مأرب تمكن من افتتاح مبارياته بالفوز على نادي الأبطال. عربيا، تنظيم ونموذج فريد من نوعه تقدمه قطر للحدث العالمي. بطولة كأس العالم ستقام في الشتاء، وأمور أخرى تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم سنعرفها في هذه الحلقة، خليكم معنا. البداية مشاهدين من المهرة، حيث اختتمت منافسات دوري الفقيد محمد الزويد لأندية المهرة وساحل حضرموت. بطولة جديدة توج بها فيرتك بعد انتصاره الصعب على ضبوط في المباراة النهائية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وصلت بطولة الفقيد محمد الزويد بمديرية سيحوت إلى نقطة النهاية. فريقا ضبوط القادم من الغيضة وفيرتك حصوين قصى شريط النهائي على ملعب الفقيد بادينار لبطولة استمرت قرابة شهرين وكانت شاهدة على الإثارة الكروية والندية بين الفرق المشاركة من المهرة وساحل حضرموت. هدف تحقيق البطولة أجبر الفريقين على الدخول في أجواء المباراة بشكل حذر للغاية. هذا الحذر ساد معظم الشوط الأول الذي شهد حصول الفريقين على بعض الفرص السانحة للتسجيل، لكن أي منهما لم يتمكن من هز شباك الآخر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. في الحصة الثانية لم يتبدل الأمر كثيرا وسط مخاوف الفريقين من استقبال هدف مباغت، الأمر الذي أجبر المدربين على إجراء العديد من التغييرات، لكن هذه التبديلات لم تحدث أي فارق يذكر. وبينما كان الجميع يترقب صافرة النهاية، أطلق البديل محمد سعيد رصاصة الهدف القاتل لصالح فريق فيرتك في مرمى ضبوط برأسية جميلة، معلنا انطلاق الأفراح داخل أروقة النادي الأزرق. هدف كان سببا في تتويج فيرتك في نهاية المطاف ليكتفي الفريق القادم من الغيضة ضبوط بمركز الوصافة. وبحفل التتويج انتهت حكاية جميلة لبطولة الفقيد محمد الزويدي. مبارك لنادي فيرتك ولجماهيره الغفيرة التي كانت حاضرة في هذه المباراة. إلى موضوع آخر مشاهدينا، حيث وافق المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب على العودة لتولي تدريب منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد مفاوضات مطولة مع اتحاد اللعبة في بلادنا. وتوصل سكوب لاتفاق نهائي مع الاتحاد اليمني لكرة القدم، سيتولى بموجبه تدريب المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وسيتقاضى بخلاف طاقمه المساعد مبلغ 25,000 دولار، ويمتد عقده لسنتين مع إمكانية التمديد. وسيشمل الطاقم المساعد لسكوب 4 أجانب ومدرب محلي، بينهم مساعد فني ومدرب حراس ومختص بيانات. ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن الصفقة خلال الأيام القادمة، سيما بعد إعلانه مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها السعودية مطلع نوفمبر القادم. وسبق لسكوب تولي تدريب منتخبنا بين عامي 2014 و2015، وحقق معه نتائج جيدة. إذن مشاهدينا، يشارك منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاما في نسختها الثالثة، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال فترة من 3 حتى 18 من نوفمبر المقبل. وسيقوم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستدعاء اللاعبين الذين سيخوضون معسكرا داخليا وخارجيا استعدادا للمشاركة. وأكدت 8 منتخبات حتى الآن مشاركتها في البطولة. هذا وقد كانت النسخة الثانية قد أقيمت بمدينة الخبر السعودية العام الماضي، وقدم فيها منتخبنا الأولمبي مستوى مميزا في مبارياته، لكنه غادر من دور المجموعات في نهاية المطاف.
إلى تعز مشاهدينا، حيث أقيمت مباراة جمعت نادي الطليعة مع نادي الرشيد على ملعب الشهداء بمناسبة الذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر. وتوج الطليعة بطلا لكأس سبتمبر بعد فوزه على الرشيد بهدفين لهدف. وسجل للطليعة مهند شوقي في الدقيقة 13 من الشوط الأول، وجاء هدف التعديل للرشيد عبر اللاعب حسام منصور عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول. وبعدها بدقيقة واحدة تمكن عبد الله رضوان من التوقيع على هدف الفوز لفريقه الطليعة في هذا اللقاء. وشهد حفل الختام تكريم نادي الطليعة بكأس الذكرى 60 لثورة سبتمبر بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية في المحافظة. ذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر المجيد يقيم مكتب الشباب برعاية مكتب الشباب والرياضة وفرع الاتحاد كرة القدم بتعز مباراة بين نادي الطليعة الرياضي ونادي الرشيد على كأس مقدم من المكتب، ومبلغ مالي رمزي يقدم للفائز في نهاية المباراة. وطبعا بمناسبة هذه الذكرى التي يرعاها دائما مكتب الشباب والرياضة بدعم من المكتب وتنظيم وإدارة فرع الاتحاد لكرة القدم. إلى مأرب، حيث انطلقت فيها منافسات بطولة أعياد الثورة اليمنية لأندية المحافظة للموسم الكروي الحالي باللقاء الذي جمع نادي السد بنظيره نادي الأبطال. ونجح نادي السد من الانتصار على منافسه نادي الأبطال بسداسية نظيفة جاءت خمسة منها في الشوط الأول بواسطة نعمان سالم هدفين وزميله نايف بن سلطان هدفين وعبد الله وهان هدف، ليعود نعمان سالم في الشوط الثاني ويسجل الهدف الهاتريك له في اللقاء والسادس لفريقه. وشهدت المباراة حضور رسمي وجماهيري كبير تخلله حفل فني بسيط عبر رقصات شعبية وأناشيد سبتمبرية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. في هذا اليوم الأقر 26 من سبتمبر، في هذا اليوم المهيب، في هذا اليوم السبتمبري، يدشن فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة مأرب بطولة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر أكتوبر نوفمبر بمشاركة 14 ناديا من مختلف المديريات وهي أندية رسمية معترفة. هذه البطولة انطلقت اليوم وستستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل إن شاء الله تعالى. نتمنى جميع الأندية التوفيق. أما في عدن فقد افتتحت فيها منافسات البطولة الخامسة للعبة التنس الأرضي والتي نظمها نادي التنس العدني، وتقام مبارياتها على ملاعب النادي بكريتر خلال الفترة من 25 من سبتمبر الحالي وحتى 3 من أكتوبر. وقد شهدت البطولة في يومها الأول منافسات قوية ومثيرة وسط أجواء تنافسية جميلة، وذلك من خلال إقامة 6 مباريات في فئات الممتاز والشباب والناشئين. وأسفرت نتائجها عن فوز اللاعبين منصور محمد وبدر لؤي وإبراهيم محمد وعزيز عادل، إضافة إلى محمد عادل وخالد باسلام في الفئات الثلاث. في عدن أيضا وبعد مباراة دراماتيكية توج فريق الميناء ببطولة كأس الفقيد محسن صالح لفرق النخبة لكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على شباب القطن من وادي حضرموت بثلاثة أشواط لشوطين. وعلى الرغم من تأخره بالشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 22 وفي الشوط الثاني بواقع 25 نقطة مقابل 20 نقطة فقط، لأن الميناء نجح في قلب الطاولة والعودة من بعيد ليحسم لاعبوها الأشواط الثلاثة الأخيرة لمصلحتهم. وبهذه النتيجة توج الميناء بطلا للبطولة، بينما حل نادي الشعلة ثانيا وتمكن شباب القطن من الحصول على المركز الثالث. وفي المباراة الأخرى استطاع خيبل المهرة أن يقهر الشعلة ويحقق فوزه الوحيد في البطولة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لأن ذلك لم يحرك من موقعه في مؤخرة الترتيب. وعلى هامش الختام، أعلنت وزارة الشباب والرياضة إقامة البطولة سنويا تقديرا وعرفانا لما قدمه الفقيد محسن صالح رئيس الاتحاد اليمني لكرة الطائرة وإسهاماته في تطوير اللعبة وانتشارها.
ما زلنا مشاهدينا في عدن، حيث انطلقت منافسات البطولة الأولى للقوة ومصارعة الذراعين بمشاركة 30 مشاركا من جميع مديرية المحافظة. وشهد اليوم الأول من البطولة حضورا جماهيريا غفيرا، وفيه تم توزيع المشاركين على 6 فئات وزنية. وبعد أن شهدت النزالات منافسات شرسة بين اللاعبين، تمكن كل من إلياس باسل وعبد الله جلال وعبد الله العميري، بالإضافة إلى محمد منصور وكريم البارح ورمزي بلال، من الفوز بالمركز الأول في فئاتهم. وبعد اختتام المنافسات تم تكريم الأبطال لأصحاب المراكز الأولى بالميداليات والمبالغ المالية. أما في صنعاء، حيث تتواصل فيها فعاليات دورة معايير وأخلاقيات الصحافة الرياضية والتي تنظمها الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بمشاركة 40 مشاركا من الكوادر الإعلامية وخريجات وخريجين كلية الإعلام والمصورين. وفي اليوم الثاني للدورة ألقيت محاضرة حول تقنيات التصوير، ألقاها مراسل وكالة الصحافة الفرنسية ومصور صحيفة الثورة محمد حويس، حيث تطرق إلى العديد من المهارات في مجال التصوير. وفي المحاضرة الثانية ركزت مدربة التصوير رندا الزيادي على فلسفة الصورة وماهية القصة المصورة والقصة الرقمية والمربعات الست للسرد القصصي الرقمي ومعايير الصور والفيديو الناجح والربط والتسلسل في القصة المصورة. وبهذا مشاهدينا نكون إياكم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الملعب. تقبلوا تحياتي أنا أيمن الفقي، ومن الإعداد كمال الأبارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.